مهم جدا ان احنا في ناس كتير جدا لازم نشكرها في المشوار الصعب ده، وزي ما احمد قال البطوله لما بتيجي بعد فرحه كبيره بعد وقت كبير بتبقى فرحتها وطعمها مختلف. يعني من 2013 مستنيين بطوله افريقيا، وكل مره التاسعه يا اهلي، ولدرجه الناس بقت تقول لا الثانيه يا موسيماني، دي التاسعه يا اهلي دي مش ماشيه معانا شويه. فبعد فتره طويله جدا، وبعد طبعا لما تيجي على حساب الزمالك الغريم التقليدي فعلا ليها طعم تاني، بعد موسم استثنائي طويل كله اصابات كله كورونا، حتى ظروف ان هي تبقى اول مره من مباراه واحده مش تو ليجز او مش اياب وذهاب في دوري ابطال افريقيا، ده برضو ادها طعم تاني وادها معنى تاني. اكيد الفرحه لما بتيجي بعد وقت طويل بتبقى مختلفه تماما. لما بتكلم على الناس اللي لازم نشكرها، طبعا هنتكلم على مجلس الإدارة اللي شاف كتير، لكن أنا عايزة أبدأ بس بجماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتثبت إن هي الحامي الأكبر للنادي وللكيان العظيم ده، جماهير النادي الأهلي اللي استحملت هي كمان موسم صعب جدا، موسم كله طبعا هجوم ممنهج، كله إشاعات، كله يعني حتى الإصابات واللي كان بيحصل في الفريق كله كان ضغط على جماهير النادي الأهلي. ولكن دايما بقول الكلمة دي وبأكد عليها، جمهور الأهلي مثقف رياضيا جدا جدا، ومثقف بشكل عام ان هو يكون فاهم ان كل ده هجوم ممنهج. طبعا الفرحة اللي ورانا دي، احنا فعلا مصر بتفرح، احنا اول مرة من فترة كبيرة نشوف الشوارع بالشكل ده، اول مرة نشوف الناس مبسوطة كده. والحقيقة شكرا للكيان العظيم اللي اسمه كيان الأهلي اللي معودنا على الفرحة، احنا ما تعودناش غير على الفرحة من نادي الأهلي.